أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. إن للإمام الحسين عليه السلام منزلة عظيمة عند الله عز وجل، حتى ورد فيه: ألا وإن الحسين عليه السلام باب من أبواب الجنة، من عانده حرمه الله عز وجل ريح الجنة. فللإمام منزلة عظيمة عند الله عز وجل، حتى جعله بابا من أبواب الجنان. فالمؤمن الموالي للإمام الحسين عليه السلام يدخل من هذا الباب إلى أفسح الجنان. ولنا في الإمام الحسين عليه السلام عبرة وعبرة نأخذها من واقعة الطف في يوم عاشوراء. بل تفضل استاذ، ما معنى العبرة؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ محمد. أحسنت يا محمد، تفضل. سأل أخوكم محمد: ما معنى العبرة التي يمكن أن نحصل عليها من واقعة الطف؟ والدروس التي حصلت في واقعة الطف كثيرة لا عدد لها، أخلاقية عقائدية، والكثير من الدروس التي حصلت في ذلك اليوم. من هذه الدروس أن علينا أن نصلح أنفسنا لنكون بمنزلة كأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، بحيث يرون الموت ولا يخذلون الحسين، لا يتركون الحسين، ويرون الأعداء وكثرة عددهم وما زالوا صامدين أمام مع الإمام الحسين أمام العدو، لا يهتزون أبدا. فإذا أصلح الإنسان نفسه وصار بهذه المنزلة، يستطيع أن يكون مع أصحاب الحسين يوم عاشوراء إن شاء الله تعالى. وأيضا من العبر: علينا الثبات على الدين وعدم اتباع الهوى، حتى نكون بالمنزلة التي نرقى فيها لأن ننصر الحسين عليه السلام وأن لا نخذل الإسلام والمسلمين. وأيضا أن لا نسكت عن الظلم والظالمين. فالإمام الحسين عليه السلام لما رأى الظلم والجور قد ساد في أمة جده صلى الله عليه وآله، خرج ليطلب الإصلاح في تلك الأمة. فنحن إذا رأينا أن الظلم والجور ساد في المجتمع، فعلينا أيضا أن ننشر الدين وأن نصلح المجتمع وأن نصحح ما فسد منهم. وأيضا علينا أن نفدي إمامنا وأن نضحي من أجله، كما كأصحاب الحسين عليه السلام حينما رأوا القتال والسيوف قال لهم الحسين: من شاء فليذهب فلا سبيل لي عليكم. قالوا: لا يا ابن رسول الله، إنا نفديك بأنفسنا ولن نتركك أبدا. يعني وصلوا إلى مرحلة أنهم يرون الموت لكن لا يتراجعون أبدا. فأولا إحنا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة من العبر والمواعظ التي نأخذها من واقعة الطف، نستطيع أن نكون مع أصحاب الحسين وأن ننصر الحسين عليه السلام في واقعة الطف الأليمة، وأن نكون أيضا من جند الإمام عجل الله تعالى فرجه إذا حملنا مثل هذه الخصال الحميدة. وبهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وسنكمل إن شاء الله في الجلسات المقبلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.